تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو مسرب اعتبروه مثيراً للجدل بين الفنانة السعودية وعد والفنان علي عبد الكريم. وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممازحة عفوية بين الفنانة وعد والفنان علي عبد الكريم. وظهر الفنان علي عبد الكريم وهو يجلس على الأريكة بينما جلست الفنانة وعد على الحافة وتبادل الحديث. وقالت الفنانة وعد: أنا أموري تمام وكنا نبغاك تجينا البرنامج مارديت. ليرد عليها علي عبد الكريم: إن شاء الله. وأضافت الفنانة وعد في إشارة لموافقة علي عبد الكريم على الظهور معها: وعد. ليرد عليها: وعد. وختمت الفنانة وعد حديثها مع علي عبد الكريم: يفديتك يفديتك. كل ما ذكرتك يا غالي سألت نفسي سؤال. يا ولد يا أنا أموري تمام. وقلنا نبغاك تجينا ما رضيت. والله وعد وعد يا بنيتك يا بنيتك. وكانت الفنانة وعد قد شاركت بالحفل الذي تم تنظيمه تكريما لتاريخ وفن صوت الأرض الخالد طلال مداح. وشهد مسرح محمد عبدو أرينا في منطقة بوليفارد رياض سيتي أضخم حفل تحت عنوان ليلة صوت الأرض بمشاركة أكثر من 40 نجماً عربياً لتكريم سيرته الفنية التي امتدت لـ50 عاماً. أبرز الأصوات العربية صدحت بصوتها على المسرح، منهم من قدم أداءً فردياً كأنغام وعبادي الجوهر، أحلام، أصالة، نوال الكويتية، نبيل شعيل، راشد الماجد، ماجد المهندس، رابح صقر، محمد عبدو وعبد المجيد عبد الله الذي أطرب الجمهور على أنغام من بعد مسح ولعب. ومنهم من اختار تقديم ديو غنائي كالديو الذي جمع كل من خالد عبد الرحمن وأحمد فتحي، أصيل أبو بكر وعلي بن محمد، عبد الوهاب الدويكلي وسميرة سعيد، وليد توفيق وهاني شاكر، وأيضا نجوى كرم وصابر الرباعي.